معنا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، يكلمنا عن حكم هذه المواجهة أو طاقم تحكيم هذه المواجهة الكبيرة بين السنغال ومصر في الجولة جولة العودة في التصفيات النهائية من كأس العالم. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. صباح الخير كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينك، وطبعا بتشرف بيك دايما موجود معاك. ده شرف كبير ليا يا كابتن جهاد. طمنا بقى، احنا نسمع دايما الحكم الكبير حكم مصطفى غربال حكم محترم وحكم كبير، قول لي بقى رايك فيه انت ايه ورايك في الطاقم بشكل عام. بص، هو مصطفى غربال مش حكام الدوري 2014، 37 سنه من مدينه وهران الجزائريه، راجل لعب كتير قوي من النهائيات الفتره اللي فاتت بس كلها الانديه مصريه، لعب نهائي دوري ابطال 2020 الاهلي والزمالك، لعب سوبر 2020 الاهلي ونهضه بركان، لعب ماتشات كتير جدا للانديه المصريه، منهم على سبيل المثال عندنا السوبر المصري كان الاهلي وطلع الجيش، حكم الحكام اللي نشأ بيهم بالكفاءه، راجل فير، راجل ما اللي بيشوفه بيحسبه، معاه طقم محترم جدا عبد الحق تشالي المساعد الاولاني دوت، تاني راح 2 كاس عالم 2014 كان في طقم جمال حيمودي، و2018 كان في طقم زكريا جسامه من المساعدين الهايلين جدا اللي له بصمه في التحكيم الافريقي طول الوقت، ومساعد تاني كوراري مساعد كويس صاعد واعد ومن الناس اللي موجوده في الطقم بتاعه، وده من الطقم اللي مرشحه بقوه جدا تروح كاس العالم 2022. صحيح. تخوفي الوحيد يا كريم في المباراه ديت التصوير عشان الفار، معانا فار من المانيا مارك بروش من الحكام الفار المتميزين جدا سواء في الدوري الالماني او الاتحاد الاوروبي ومرشح لكاس العالم 2022، لكن هو كحكم فار على مستوى عالي لازم صوره واضحه في التصوير اللي موجود هناك والمخرج الموجود، التركات الصغيره دي تفرق معانا قوي يا كريم في الكلام في التحكيم. صح. فانت عندك تصوير، عندك مخرج، عندك شغل هناك في التصوير، الصوره لو ما وصلتش الحكم الفار بصوره كويسه جدا طبعا هو معاه صوره اكتر من الصوره اللي احنا بنشوفها في التلفزيون. صحيح. لكن كله برضه يقع تحت ايد المخرج اللي موجود هناك في المباراه. صحيح. فمهم جدا كل صوره او كل تفصيله موجوده في المباراه يبقى هو شايفها عشان لا قدر الله حصل خطا من مصطفى غربال او الطاقم المسائل اللي معاه يقدر يتدارك الخطا دوت ويدي كل فريحه. طيب كابتن عايز اقول لك ان مصطفى غربال اخر ماتش لي ما عجبنيش فيهم. اخر ماتش لي كان الهلال السوداني والمريخ السوداني كان في دوري ابطال افريقيا 13 انذار واثنين طرد وما عجبنيش اداء مصطفى، مش ده اداء مصطفى اللي احنا عارفينه، قبلها كان مرض اللي اثر عليه قوي جدا ماتش كان في الدوري السعودي الهلال السعودي والنصر السعودي كان هو اللي عمل ضجه كبيره قوي في السعوديه وكان برضه مصطفى والطاقم بتاعه اللي موجود دوت ما كانش على احسن حال، فاخر ماتشين لمصطفى سواء في الدوري ابطال افريقيا او في الدوري السعودي ما كانش على المستوى اللي احنا شفنا بيه مصطفى في الماتشات اللي فاتت كلها. ده القلق ماتش مصر بالنسبه له يا كريم، ده القلق اول ماتش مصر ما لا انا بقول لك الواقع انا بقول لك الواقع ده اول ماتش في تاريخ المنتخب مصر اول ماتش في تاريخ المنتخب مصر. قبل كده السنغال ما حكمش المصري خالص وحكم الانديه المصريه فقط، لكن المنتخب المصري دي اول مباراه في تاريخ المنتخب مصر. طيب حضرتك دلوقتي لمحت لي انه مصطفى غربال من الحكام اللي بتطلع كروت واضح بسرعه، هو بيطلع كروت يعني بسرعه، بس هو الماتش الاخير ده ما كان هو مش مصطفى اللي انا عارفه، يعني مش مصطفى اللي اداؤه في الهلال السوداني والمريخ السوداني مش ده مصطفى اللي اداؤه، ولا كان الماتش اللي قبله في الدوري السعودي، يعني كان اخر ماتشين حكمهم بالنسبه لنا اخر نظره للحكم والطقم بتاعه كان اخر ماتشين دولت، ده اللي التخوف بس بالنسبه لمصطفى، لكن هو كحكم وعداله وراجل فير، راجل فير على اعلى مستوى نفسيا، منتخب مصر حكم عربي حكم جزائري هيبقى نفسيا احنا مرتاحين، نتمنى ان شاء الله له التوفيق، لان طبعا الماتش بالنسبه له ماتش على المحك بالنسبه له البوابه الاخرانيه لكاس العالم 2022 وماتش هو الاكبر في تاريخه بالنسبه لمنتخب مصر والسنغال، ماتش كبير واتمنى له التوفيق طبعا، وطبعا بالتاكيد نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر ونفرح كلنا يوم الثلاث بوصول منتخب مصر لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.